كيفاش قمنا هذا الحفل تخرج السابع سابقاق من العود كانت تنظمه اليوم؟ شكرا جزيلا لجريده اخبار الفجر على الدعم ديالها والمواكبه ديالها لجميع الانشطه الجاده والهادفه في المنطقه. ياتي هذا الاحتفال اللي هو بمناسبه تخرج الفوز السابع من مستفيدات ومستفيدي مركز التربيه والتكوين دار الحي المسيره. هذا الحفل ياتي كذلك في اطار تتويج خريجين وخريجات المركز ودعمهم نفسيا ودعمهم كذلك معنويا بعد ما دوزوا سنه كامله من التكوين ومثابره واجتهاد. جاء اليوم المناسبه باش يتم التكريم ديالهم وتسليم لهم الدبلومات. بالمناسبه فمركز التربيه والتكوين دار الحي المسيره هو ناتج عن شراكه بين عمله تنسيق في نطاق قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمندوبيه الاقليميه للتعاون الوطني وجماعه مرتيل وجمعيه الحياه. ولله الحمد حنا كنعتزوا دائما بالمركز باعتباره يتبوا دائما منذ تاسيسه يتبوا المرتبه الاولى على مستوى عمله المضيق في الدار. المستوى اللي كنطرح لك المركز هو الرائد بتراب عمله المضيق في الدار، ما هو هذا اللمسه ديال بكي تثبت؟ كما قلت الحمد لله هو يتصدر الترتيب على مستوى المراكز اللي كاينه على مستوى عمله المضيق من حيث الخريجين. بطبيعه الحال الا كان هذا شي فضل في هذا العمل، اولا الشركاء ديالنا واللي على راسهم عامل صاحب الجلاله نصره الله على الاقليم ومندوبيه التعاون الوطني وجامعه مرتين، وكذلك جديات وكفاءه الاساتذه والاطر الاداريه للمركز اللي بطبيعه الحال لا تالو جهدا باش انها تقدم ما لديها الافضل. وكذلك كنحيوا من هذا المنبر المستفيدين ديالنا اللي ابانوا كذلك عن جديه وعن اجتهاد خلال هذه الفتره، ونسال الله تعالى ان 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 التوفيق هذا يبقى دائما وهذه الرياده تبقى دائما. استاذ خالد، ما هي اكبر الشعاب اللي على الاقبال؟ الحمد لله احنا هذا العام عندنا تقريبا اكثر من 480 خريج وخريجه يشملون جميع الشعاب اللي كاين دابا، الا ان الشعبه التي تحظى بالرياده في هذه المرحله هي شعبه الاعلاميات والطبخ والحلويات كذلك، فهما على مستوى العدد هما اللي كيتصدر الترتيب ديالهم. والحمد لله سجلنا في السنوات الاخيره من خلال التتبع ديالنا للخريجين والخريجات ان نسبه الادماج في سوق الشغل للخريجين والخريجات ديالنا كتفوت 35% في العموم، وفي بعض الشعب كتوصل نسبه الادماج الى 100%. شي كلمة أخيرة سي نوح؟ الكلمة اللي نقدر نقول الأخيرة هو أننا كنشكروا الشركاء ديالنا والداعمين للمركز اللي كيدعموا دائما المركز وهما اللي جعلوه أنه يكون دائما في الصدارة، ونشكرهم شكرا جزيلا. سمو متفق عبد الخالق من مدير مركز التربية والتكوين دار الحي المسيرة بمارتين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نجدد لكن ولكم التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، شهر المغفرة والمحبة والتسامح. يأتي حفل التخرج هذا في شهرنا هذا لتاني مرة يقام حفل التخرج في شهر رمضان. كنا نود في هذه القاعة البهيجة أن يكون احتفالا بشكل آخر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. حضرات السيدات والسادة، السيد المنسق التربوي لمندوبية التعاون الوطني بالمضيق، السيدة المحترمة نائبة رئيس مجلس عمالة المضيق فنيدر، السيدات والسادة ممثلين المجتمع المدني بمدينة مرتين، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم، أبنائي وبناتي المستفيدات ومستفيدي مركز التربية والتكوين دار الحي المسيرة. وأخيرا من حيث الترتيب لكن ذو أهمية كبرى من حيث المهمة
إخواني وأخواتي أطر وأساتذة مركز التربية والتكوين قرحي المسيح. خلاص ما شكرناش جميع العائلة، أنا هي المنظمة، الناس ديالها هم المنظمة. قلت بحمد الله تعالى يتبوأ مركز التربية والتكوين دار الحي المسيرة كعادته في السنوات الماضية المرتبة الأولى على مستوى عمالة ضيق فداد من حيث الخريجين، حيث بلغ خريجين هذا موسم 2022 حوالي 487 خريج وخريجة.